حديث البلد مع كريم مسعود. حديث البلد ونيه لك يا ميشيل، يعني هارون الرشيد عامل الليله قاعد بين على القعده بين كلها صبايا الحلوين. ميرسي. كريم مسعود، انت عضو بلجنه مهرجان اهدنيات الدولي وضيفنا الليله بعد ما حبيتوا تخصونا ببرنامج هالمهرجان قبل اعلانه رسميا ب 8 تموز المقبل. كريم، السنه الماضيه الغيتوا اهدنيات بسبب الاحوال الامنيه، بس السنه اصريتوا انكم تضلكم مكفيين بالمهرجانات يعني تحت كل الظروف، شو الهدف وشو الرسالة من مزبوط؟ السنة الماضية حالة الظروف الطارئة بطرابلس إنه نكمل مهرجان إهدنيات بسنة 2012، بس هيدي السنة حطينا إنه غير هدف براسنا، إنه لا، بغض النظر عن كل الظروف يلي عم بتصير بطرابلس، نعم، لازم المهرجانات تكفي، صيفنا حافل وحلو، كل المغتربين موجودين، اللبنانيين المقيمين بعطلة صيفية من العمل ومن الدراسة، لازم يكون عندنا فسحة فنية ثقافية حلوة مثل الإهدنيات إنه تكمل. فقررنا إنه تكمل بغض النظر عن كل الأوضاع الراهنة والموجودة. يعني المقاومة بالفن هون والإبداع مثل ما بيقول ماريو. بالضبط، اكزاكتلي. مرة عملنا بإهدنيات بتتذكر بس صار شغلة مهضومة، إنه إجوا قالوا لنا بلا حكي سياسي بالمسرحية. فهي كوميدي نايت كلها سكس وسياسه، شلنا السياسه طلعت كلها سكس. يعني صارت لل 18 وموضوع يعني ولا ال 21 حتى. انا عندي سؤال، للشباب. نعم. عندي سؤال للشباب. ايوه بتفضلوا. الشباب، لا الشباب ثلاثتهم، بخصوص الفانيلات. ايه طبعا. طلع لنا اوفر، هلا احنا جايين انه ما حدا لقى قميص بخزانته. طلع لي الموضة حبيبي. هيدي الموضة هلا هن طالعين اخر صيف. اولد سكول، اولد سكول. اولد سكول انت، اولد سكول. نيو كولكشن اولد سكول. اذا بدك نبدو المحلات. بدك ميشيل. بدك فانيلت عم تسال؟ لا ميشيل، انت عم انتبه اليوم انك كثير ماتشنج انت وديانا. هلا بعدنا عم نحكي انا وديانا. مش معقول شو لابقين لبعضكم. ايه بعرف. عم لانه انا تحت الماسي بنت تحت الماسي. انا فوقه. فوقه؟ اوكي، انا بضلني تحته. لا اكيد. ان شاء الله بتضلك تحته. كريم مسعود بتسعة اب جمهور اهدنيات على موعد مع مغنية الاوبرا الفرنسية اما شابلان. شابلان؟ شابلان؟ يس. مثل تشابلان؟ مثل تشارلي تشابلان. مش مثل تشارلي تشابلان. اس اتش مضبوط. وب 10 اب مع الفنان اليوناني المعروف ديمس روسوس، وب 16 عن جد كثير حلو. وب روسوس بعده عايش؟ بعده عايش وبعده صوته رائع كمان، يعني انا حضرته مؤخرا. وب 16 شهر مع الموسكو بالي ار اف دي اللي بيتضمن عرض مسرحي الى جانب الرقص. ب 17 شهر بتستضيفوا الفنانه حنين وفرقتها الكوبانوس كمان مع الفرقه الكوبيه، نعم صحيح. وب 23 اب رح يكون في اربع ايام مخصصين لمسرحيات الاولاد. مزبوط، هو اخر اب. يعني فيك تطلع ميشيل. ايه اكيد. المهرجان اهدنيات مثل ما بيهتم بالكبار وبالشباب وبالصبايا، كمان دائما عنده اخر اسبوع مخصص للاطفال، سو اخر اسبوع لكل الاميات والاطفال عندهم برنامج حافل كمان مثل الكبار. تمام. على كل حال كل نشاطات اهدن، يعني حتى البحيره اللي بتصير على نوال كمان عم بتكون مخصصه للاطفال، يعني دائما في لفته للصغار. ليش ما رح تفصحوا عن نجوم الافتتاح والختام قبل 8 تموز؟ بعرف انه في مفاجاه بالاول ومفاجاه بالاخر. هيدا هو الجواب، مفاجأة بالأول مفاجأة بالآخر. طيب لما حلنا شوي عليها ممكن تبقى مفاجأة، بس ليش السبب؟ يعني إيه لهيدي الاستراتيجية؟ استراتيجية جديدة بس، أنه تعودنا المهرجان أنه قبل كل شهر من المهرجانات الصيف بنشوف الليفلت، بنشوف البانويات، بنشوف الطرقات. قررنا أنه جزء من الفنانين أو عدد معين نعلن عنه، العدد الجزء الثاني خلص بيكون تيزر كامبين، نحمس العالم اكثر، نعلن عنهم. هلا السوشيال ميديا صارت وسيله دعايه واعلان كثير سهله وهينه، سو تركنا اسمين مفاجاه بس بعطيكي هنت عنهم. ما هيدا اللي عم اقول لك اياه. بس 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 لا لا رشا في ليله مع فنان او فنانه لبنانيه، وفي ليله مع فنان او فنانه عربيه. هلا هن مش كثار بصراحه،
مش كثير يعني يا رب انا تقريبا عرفتهم ايام بس اصلا انا عنهم هن غربيين فعم بقول في كمان موسيقى عربيه لبنانيه بس هو انا عندي سؤال انه اليوم الناس عارفه يعني بروجرام مهرجانات مسبقا وعامله بوكينج يعني صح بتعرف مثلا بهالقد شهر رايحه على هذا المحل ما بتخافوا انه شوي يكونوا حجزوا بمحل ثاني بينما يمكن كان رح يحجزوا عندكم لو عرفوا اسم الفنان يمكن الخيار هو اللي خلينا بهالثقه يعني سو نحن عارفين حالكم مين جايبين اكزاكتلي لنقينا اسماء انه تمشي معنا بهيدي الطريقه اللي هو التيزر كامبين نعم كريم مسعود مهرجان اهدنيات رح يكون مثل العاده بالتعاون مع اتحاد بلديات صغرتا والسنه اطلقته بالتزامن معه حمله ع اهدن شرفونا واللي عم نشوف صور منها على البلازما قدامها شو اهداف هالحمله وشو علاقتها باهدنيات حملة عهدن شرفونا كانت طريقة نقول أنه أهدن مش بس ليلة مهرجان نهارة مهرجان والكل بيعرف أنه أهدن هي مصيف لبناني عريق صحيح so, حاولنا نلقي الضوء على نهارة من السياحة البيئية للسياحة الدينية لكرم الضيافة للسهر للكبة للمناخ الحلو للكبة للأكل الطيب يعني الأهدنية والأكل الطيب نعم فكانت طريقة لجذب السياح اللبنانيين الأجانب كل شخص بعد ما وصل لأهدن يشرفنا وهذا هو السلوغن على اهدن شرفونا بس من اي طريق بدهم يطلعوا لازم نوضح من الكوره يعني انا هذا اللي حبيت اقوله كمان انه نحن جرحنا مع جرح طرابلس بس بذات الوقت يمكن هذا مهرجان اهدنيات 2013 فسحت امل لهم انه يموهوا شوي عن نفسهم يشاركوا ويرجعوا يفتحوا النار هيدا رأيك غير ما ان شاء الله لا ان شاء الله يرتاحوا يعني انه واس بريح دانته الواحد وكمان يعني اللي كلنا بنعرفه انه جغرافيا في بعد يعني بين اهدن وطرابلس نعم تنكون واضحين بهذا النقطة نحن عم بالشمال بس عم نحكي عم في بعد بالمسافة يعني ان شاء الله بتضل المنطقة بهالنشاط الدايم وان شاء الله بين ما يبلش مهرجان اهدنيات تكون هذا الوضع بطرابلس ويكون مثلا نقول كان في معارك بطرابلس بنتمنى هالشيء تحياتنا من خلال الاهدنيات لاهل الشمال كلهم لاهل طرابلس ان شاء الله الله بيفضي البال عن قريب كان بدك تقول شيء بعد كريم مهرجان اهدنيات دائما في رساله من وراء هو ريال المهرجان بيروح لدعم مركز التوحد بالشمال نورث اوتيزم سنتر وجمعيه كيدز فيرست يلي بتعنى بالاهتمام بالاطفال المصابين بمرض السرطان يعني كمان في منه عمل خيري يعني رسالة من إنسانية من وراء المهرجان فني ثقافي يعطيكم ألف عافية عقبال كل سنة وإن شاء الله كل سنة بكون البال أفضل من السنة وعهد نشرفونا كلكم نتشرف والله إن شاء الله